جو زينه. جيل الحرية جمهورية نور، كل واحد عنده قضية ولا واحد ممنون. نحنا جيل الحرية جمهورية نور، كل واحد عنده قضية ولا واحد ممنون. نظام الجمهورية أقرب للعصفورية، بالمبدأ ديمقراطية بس كل واحد عامل قانون. نحنا جيل الحرية عنده قاضي ولا واحد ممنون. منحاول نقلب نظام، منبلش في اعتصام، مي ومقطوعة بحنا صرنا بحالي من الجنون. نحنا جيل الحرية جمهورية نور، كل واحد عنده قاضي ولا واحد ممنون. ولك يا عمي انتو شو؟ ولك رح تجننوني، رح تجننوني، بتخلوا الواحد يفقد اعصابه. احنا جيل الحرية جمهورية نور، كل واحد عنده قضية ولا واحد ممنون. كلن عندن مطالب، كل واحد وحده بيطالب، تتحول لمقالب لا تربح جمهورية نور. نحنا جيل الحرية جمهورية نور، كل واحد عنده قضية ولا واحد ممنون. ريما بتحكم بين الناس، بترضي كل الأجناس، مسؤولية ووجعة راس حتى الجمهورية تصور. نحنا جيل الحرية جمهورية نور، كل واحد عنده قضية ولا واحد ممنون. شو هيدا؟ شو هيدا؟ والله 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 خواجة ربيع، كل هالشي مخبيه على امك؟ كعمي امتى نصور كل هالصور؟ بدي افهم. يا 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 ليك هالصورة شو قديمة، مش معقولة. امي ليش عم تفتشي لي بغراضي؟ شو جايب الصور اللي عندك هول؟ لأنه كان قلبي حسسني إنك مخبى شي علي، شفت ليش؟ ليك؟ إمتى كنت ناوي تخبرني إنك مغروم؟ أمي، كيف بدي خبرك؟ بس بالوقت المناسب. بعدين القصة ما صار إلا زمان كتير. ما إلا زمان؟ ولك في صور كان في شعر براسك، بتقلي ما إلا زمان؟ أمي، بأي حق بتفتشي بغراضي الخاصة؟ لك دعان التعب، يا دعان التربية، مشان هيك ما قدرت تقنع ريما تتجوزك، لأنه في وحدة أخدت لك عقلك. أمي، الموضوع مش مثل ما أنت مفكرة. لك شو مش مثل ما أنا مفكرة؟ شو عم تستهبلني؟ مين هيدي؟ مين هيدي ربيع؟ اللي بدي أعرف. ما في لزوم، ما في لزوم نحكي عنها. مين قال لك ما في لزوم؟ بدي أعرف ابني بمين مغروم، أو بمين مفكر حاله كان مغروم. ما فهمت ابني، شو قصدك؟ هالبنت اسمها سامية، كنت أفكر حالي مغروم فيها، بس طلعت مغروم بحدا تاني. وبمين مغروم يا كازانوفا؟
بريمة. مام عم تسمعي حالك شو عم تقولي؟ كيف بدك ياني انا اخده معي وانجا بعرفه؟ انت انجا بتعرفيه، بس انا بعرفه كتير منيح لداني. شو هالحياة هاي؟ بعد ناقص انت تنقي لي اصحابي. وين صارت؟ هيدي صارت بنظام الديكتاتورية. مش انتو عم تقولوا عني ديكتاتورة؟ قلت انا يلا هيك هيك طالع الصيت. بس هي حتى ما اسمها ديكتاتورية مام، هي اسمها ما بعرف شو اسمها، ما إلا اسم أصلاً لأنه مش موجودة بالقاموس. بلا بلا حبيبي، فتشي منيح بالقاموس بتلاقيها. هيدي هي الديكتاتورية. أنتوا عاملين علي ثورة وإنه أنا ديكتاتورة. قلت رح أعمل ديكتاتورة وفرجيكم الفرق. بس أنا ما رح أخده معي لمحل. كتير هينة، ما بتروحي أنت لمحل. قعد يلا قعد. أمي لشو بعدك عم تفكر بريما؟ قلت لك القصة خلصت وما عاد بدنا منها شيء. أمي تقبرني، أنا بعرف إنه حملتك عبء أكبر منك، بس وحياتك يا أمي وحياتك، أنا مستعدة أترك البيت اليوم قبل بكرة. يا أمي القصة مش قصة مصاري ولا كرمال البيت. لكن شو قصة شو لكن؟ ما بعرف أمي، ما بعرف، طلعت مغروم فيها من دون سبب ومن دون مبررات. شو؟ طلعت مغروم بمرض خيك عن حق وحقيقي؟ شو جنيت أنت؟ رودي حبيبي، شو بدك خبرك قصة اليوم قبل ما تنام؟ والله وحدة. ليش بقى؟ كمان معتصم عن القصة حياتي؟ لا مش هالكلمة، صرت ولد كبير صار فيني نام لوحدي. اوف. طيب حبيبي يا ولدي يا كبير، نام لوحدك. بنوي يا قلبي بنوي. رودي انت جوعان؟ إذا جوعان قلي، أنا بطعميك وما منقول لحدا. روي يلا ماما طفي هالآيباد ونام. إيه يلا يلا بدي كمل دقة. سوري روي حبيبي ما بقدر، ديكتاتوريتي ما بتسمح لي. يلا بنوية مع تصميم. وين صار هالفيلم يا مخرجتنا؟ يلا على الطريق قربنا نخلص تصوير. خي موفقة يا رب، ان شاء الله بكسر الدنيا. مرسي. وانت خبريني شو صار مع الولاد، فكوا الاعتصام؟ لا بعد. يعني بعدهم مش عم بياكلوا؟ لا اكلوا ولا شربوا. انا بشرفي اكتر شي عتلين هم هالصغير، ما بكفي ان وقت الهرب كان عايش على الشوكولا. معك حق، بس رودي مدبر حاله. عن جد عم ياكل؟ رنا عم بتطعميه بدون ما حدا يعرف. لك هالمحتالة. عال طمنتيني، بالنهاية هيدا طفل. بس لولو اوعى تجيبي سيرة لحدا، اوعى، لأنه بطلوا يخلوه ياكل. حرام إذا عرفوا بجنوا، مع إن أصلا مستقوين برودي. شو هي قضت عرودي؟ ما أنا عتلاني همهم كلهم. إنه أنت شو؟ مبسوط بحالك كتير جاي قاعد معنا مثل اللبسة؟ أنت بتعرفي إنه اللبسة هو يلي ما بيكون معزوم؟ أنا معزوم. إيه حبيبي، بس بحب ذكرك إنه هي المام اللي عزمتك، مش أنا. إذا المام اللي عزمتني يعني ما بيأثر، يعني أنا مني لابسة. سوري أمي قلي شو قصدك باللي عم تقوله؟ سبق وقلت لك أمي اكتشفت حالي إني بحبها، شو بكون عملت خطية؟ أمي أنت ليش هوي عذاب هيك؟ ليش قلي؟ طب إذا ما كنت مكتشف إنك بتحبها وتبهدلت 100 مرة
هلا شو رح يصير يعني؟ امي شو بده يصير اكثر من اللي صار؟ امي انت مستعد تتبهدل اكثر من هيك؟ حكم عقلك، حكم عقلك يا ابني، هالمره مش لإلك، مش لإلك. الخيار امي مش بايدي. لو بايدي ما كنت اخترت اني انغرم فيها عن جد. الخيار مش بايدك؟ بايد مين لكن؟ ما بعرف. بس هلا فهمت شو كانت ريما على طول تقلي. حب ما بينفهم. لأنه حب. يا عيني، رجعنا للأشعار. فكرة الصبايا موتين صوتكم لدرجة اني ما عم بسمع شيء. هيدا المقصود. ايه داني، خبرنا كيف تقضي ايامك؟ انا اول شيء انا كل نهار بقضي من طابق لطابق. بس انت وين بتشوفيني لحتى انا كل نهار من طابق لطابق؟ بقضي انا كل ما اروح عند الماما تفركش فيك على الاسانسير. لانه اذا رحتي لعند الماما تفركشتي فيه بالاسانسير بكون عم طقحنا كل نهار. بتعرف شو؟ ما بهمني شو بتعمل، بهمني شغله واحده. شو بعدك قاعد عم تعمل هون معنا لبصه؟ قلت لك معزوم. ريما بتريدي مني شيء بعد؟ لا حبيبتي، فوتي نامي وارتاحي. يلا بونوي. ريما بشرفتك، لشو دقيتي لربيع؟ انه من كل عقلك رح يشيل الزير من البير؟ انه قلت ما فيها خساره. بتحسي ما فيها خساره، بس انت هلا فتحتي له مجال يلبسها هون عندك يوم ايه يوم ايه، وشو بحجه الاولاد؟ لا لا لا، هالمره ما بعتقد رح يلبسها، لانه طانت ناديا اخدها موقف مني لما شكيت بربيع بقصه رودي، واذا طانت ناديا اخدها موقف ما بيعود يسترجي ربيع يجي كثير لما يزعلها. ان شاء الله. ايه، وانت وزياد شو عاد صار بيناتكم؟ لا لا صار ولا رح يصير. أنا وزياد فيك تقولي قصة حب فاشلة وانتهت. لا ما انتهت، لأنه لو قد ما واجهتوا مشاكل وقد ما صديتي، إذا بتحبوا بعض أكيد رح يرجع يصير شيء. شو ما أكلوا؟ ولا لقمة، ضيعان التعب والتحضير. طيب لولو، أنت إلك جمعتين ما فرستي، خلص خد اليوم فرصة وارتاحي. أنا بس كان بدي روح زور أختي إذا في مجال، بركي بروح على دوامك وبرجع أترم الأولاد. وعلى شو العذاب؟ ما هني أصلاً ما عم بياكلوا لولو، مش ضروري تجي على دوامهم، وأنا خلص بدبر حالي، روحي أنت وساعة اللي بدك ارجعي. طيب بس إذا عزت شي دقيلي. ايه ما رح اوصي شي الا هلا، شي فنجان قهوه هيك طيب من ايديك. تكرم عينك، اطيب فنجان قهوه لاحلى ست ريما. ميرسي يا لولو. زياد ولا ما بدك تقول لي بونجور؟ شو انت هيك بدك؟ لا لا، من امتين انا قلت لك ما تقول لي بونجور؟ زياد انا كل اللي طلبته منك انه نكون جيران عادي، انه مثل كل الجيران. بس انا ما فيي اتعامل معك مثلك مثل كل الجيران. مش بايدي ريما، مش بايدي. مهضوم داني، حبيته عن جد.
بكره بقول للمام تعطيك رأي. منيح هيك؟ يا عمي مهضوم إلك مش لإلي. كارلا أنا هيك شاب مش ستيلي أبداً. ليش شو ستيلك كونتيستا؟ جاد عبود مثلاً؟ أكيد لا، طابع واحد مثل جاد عبود. لكن ليه ما بتعطيه شانس لداني؟ شو قصتك كارلا علقت عليه لداني؟ شو رأيك تعطيه شانس أنت؟ شو ناقصك؟ أنا مصاحبة أنت فري، بعدين هو منعجب فيكي مش فيي. معجب فيي؟ مين قال لك؟ يعني القصة ما بدها ذكاء، من أنت ما بتعرفي يعني؟ مشي قدامي مشي. بونجور ميرنا. بونجور. بونجور رومانا، كله تمام؟ ايه كل شيء تمام، بس المتر على الصف تلفن وقال تتصلي فيه ضروري. طب انا مشغوله مع داني شوي هلا، ما تحولي لي ولا تليفون رومانا، وحتى اذا في معيد من هلا للساعه اجليه بليز. اوكي حاضر متر. شو قولك بدها المتر من داني؟ وانت شو حشرك بالمتر لحتى تسألي؟ يجو معنا عطول قصف علي انت؟ حبيبتي ما عم بسأل كرمال المتر، عم بسأل كرمال داني. قولك صاير معه شي؟ عتلاني هم داني؟ يعني معناتها انه عاجبك؟ ايه عجبني. ممنوع كمان؟ لا ممنوع ولا شي، بس هون مكتب شغل مش ملقى للعشاء، فروحوا نعجبوا ببعض برا المكتب مش هون. بدي افهم من اي كوكب جاي انت؟ العمى ما بينحكى معه ولو. ايه قلي داني بشو عايزني؟ بصراحة متر أنا مستحي منك وبعرف ما عندك وقت، بس إذا ما عرفت هيدي الشغلة رح جن. لا 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 دخيلك ما تجن، عايزتك هلا. طب احكيني بصراحة، انت امبارح قلتي لي انه ربا بتسلم علي وهي ما معها خبر. لا والاحلى من هيك انه ما طايقتني. بس انت بتطيقها ما هيك؟ كيف؟ انا ليه ما بدي طيقها؟ انه ما عجب فيها. شو؟ داني طلع فيي، لكون صريحة معك بكون انت صريح معي. انا ماني معجب بربا، هيئتي بحبها. جبت لي اياه؟ ايه معك بتوصل. اوكي يلا. شو جبتي لي؟ اكيد جبت لك مثل ما اتفقنا. إن شاء الله جبركم تعتصموا وتموتوا من الجوع. نحن عنا قضية بدنا نحلها، مش هيك معتصمين على هبل. بس ماتر أنا يمكن ما فيدك، ما بقدر أعمل هيدا الشيء. يي؟ ليش؟ ليه هالتشاؤم هيدا داني؟ مش تشاؤم، بس أنا ما بحس إنه ربا بتبدلني نفس الشعور، وما رح تخليني أتقرب منها. بالنسبة للتقرب ما تعتلها، أنا بعرف كيف أقربك منها، بس المهم أنت داني تحكي لي كل شي بيصير قدامك عن هالاعتصام. بس ما هيك كمان مشكلة. قلت ليش؟ لأنه إذا لحقت وثقت فيه وخبرتني كل شي ورجعت عرفت إنه أنا كنت جاسوس عندك رح ترجع تكرهني. بونجور. بونجور. بساعدك بشي؟ متري ما بالمكتب؟ ايه بس عندها ناس، حضرتك اخذ موعد؟ ولا ولا مزيل، نسيت انه انا فيه قبلها بلا موعد. مضيع حدا استاذ؟ لك يلا يا رنا شو بدك تنطري ليخلصها؟ انت هيك بتضلي مستعجلة؟ لك هلا ببطل لي اشي اكله، شو بدك انا اقسم معكم؟ عجل شوي. شو عم تعملوا يا كذابين يا مصابين يا صعبين؟ شو عم تعملوا؟ روي؟ شو هي؟ نحن عم نموت من الجوع وانتو عم تاكلوا بالمخفى؟ بس رودي اكل، عن جد انا ما حطيت ولا لقمه بتمي.
لا انت بريئه. مش عم كذب بسألها. ما هي رفيقتك تكون اكذب منك. ما تقول كذابة، انا ما عم كذب، رنا لومين مش حتى شبت امها. بلا بلا بلا. تبي قولي هالحكي لرامي وربا. انت مجنون بدك تخبرهم؟ شو بدك اياهم يجنوا؟ خلص روي ما تخبرهم بليز، ما رح اكل بو. طيب بس عشان شو؟ طلب كفي انا الطرتين ما بخبرهم. كنت عم بسأل دوموزيل إذا في شوف ريما، قصدي الماتر ريما. بس الماتر مشغولة وعندها ناس. يا الله، صراحة أنا كنت عايزها بموضوع كتير مهم، كتير خطير، يعني مسألة حياة أو موت. طيب رح أخذ لك موعد. إيه بس أنا مستعجل كتير، صراحة مصيري متعلق بهالقصة. إف دوموزيل، أنت محامية؟ أنا؟ إنه إيه؟ يعني عالطريق. لكن ما لي غيرك، في بالوقت الحالي استشيرك. صباحو امي. صباح النور. شو مبين اليوم نمت منيح؟ قلت ليه ما وعيتيني؟ ما انا قلت بركي بترتاح شويه تتوضح افكارك. شو امي وضحت افكارك؟ اي افكار امي؟ ما فهمت عليكي. افكارك المشربكه وملبكه، انك بتحب ريما وما بعرف شو كمان، هيدي كلها افكار. شو ايه امي؟ شو المطلوب؟ المطلوب حبيبي انه تشيل هالافكار كلها من راسك وتنتبه على مستقبلك. تقبرني يا امي، تقبرني على ما إلي غيرك. أنا أملي الوحيد إني جوزك وإفرح فيك. الله يخليك أمي، شيل هالمرة من راسك، هي ما بيجي وراها إلا الخراب. خلاص أمي، ها شلتها من راسي. مش الحال؟ عن جد أمي شلتها من راسك؟ أمي هيدا الموضوع بيعنيني أنا وبس، أنا وبس. إيه بعرف إنه بيعنيك أنت وبس. طيب خبرني عن هالصبية الحلوة، قلت لي اسمها سامية، ما هي يعني مهضومة وقريبة على القلب. انت بدك تعرفني عليها؟ امي كمان هذا الموضوع بيتعلق فيي انا وبس، اتفقنا؟ ايه اتفقنا. تفضل استاذ كريم، انا عم بسمعك. الصراحة أنا وقع بمشكلة كتير كبيرة، وإذا ما بلاقي محامي يحل لي الموضوع رح نخرب بيتي. طيب شو هي المشكلة؟ المشكلة هي إنه أنا عامل تعهد مع شخص على شيء بملكه، وهلأ بدي ألغي هالتعهد. أنت عامل بند جزائي؟ لا ما في بند جزائي. لكن وين المشكلة؟ بكل بساطة فيك تلغي التعهد. لا، لأنه إذا بلغي بسبب أضرار للطرف الثاني، وهذا مش نوعي صراحة، ما بحب سبب أضرار لحدا. بعدك ما عم بتوضح لي كتير. يعني بهيك حالة فيك تتشاور أنت والطرف الثاني وتلاقوا طريقة توصلوا فيها لأقل أضرار ممكنة. كمان ما فيه، لأنه الطرف الثاني مش عارف التعهد. أستاذ كريم أنا ما عم بفهم عليك، وإذا ما فهمت عليك يعني ما فيه ساعدك، فياريت فيك توضح لي أكتر. رح وضح لك. الفكرة هي أنه أنا عامل تعهد على حالي أنه ما بتقرب ولا بنعجب من بنت، واليوم قررت انه الغي هالتعهد، بس اكيد بدون اضرار معنويه. كيف استاذ كريم؟ هيدا بيقولوا له عهد مش تعهد. بيقولوا اخذ عهد على حالي مش تعهد مع حالي. طيب هلا اللي هي، بس يا ريت فيك تساعديني، شو لازم اعمل؟ بصراحه ما في ولا محامي بيقدر ينفعك. اف هلا عويصه؟ لا مش عويصه، بس هي مشكلة بدها حكيم نفساني مش محامي. شو قصدك انه انا مجنون؟ شو لولو وين كاينة؟ رح طليت شوي على اختي. فرصة يعني اليوم؟ ايه هيك بيقولوا. وليه رجع بكير؟
ليه ما رحت شميت الهوا في الراس ارتحتي؟ بكره بتتعبي وبتطفشي، مش ناقصنا مصايب. ما تعتلي هام يا ست هدى، ما راح روح لمحل، تعلقت بالست ريما ومش راح اتركها ابدا. خي ما احليكي، هيك بحب اسمعك عم بتقولي. ودخليك شو صار بهالخليه عندها؟ بعدهم مع تصميم؟ ايه بعدهم مع تصميم. الست ريما كثير عتلاني هام، راح تموت من الخوف يا حرام. يدلي عليها هالمره، عشو ولا عشو بدها تلحق. طيب ليكي لولو، استاذ زياد عم بطلع عليكم؟ لا والله يا ست هدى، من وقت ما رجع رودي ما طلع عنا ولا سمعنا عنه شيء. لا صار لازم نتصرف. شو قلتي لي؟ ما سمعتك. لا لا ولا شيء حبيبتي، يلا طلعي حضري الغدا عبكير. اي غدا؟ ما قلت لك مع تصميم. طيب لولو حضري اللي بدك تحضري. يلا باي باي. دمازيل، انا لاني مجنون ولا عندي مشاكل نفسيه، بكل بساطة حالف لحالي إنه ما بتقرب من بنت ولا برجع قلبي. بس لما تعرفت عليك المعادلة تغيرت وغيرت رأيي. أستاذ كريم، هالأسلوب اللي استعملته معي كتير تافه وكتير فلجار. إنه شو كنت مستنظر يعني؟ إني طير من السعادة والفرح إنك غيرت رأيك؟ لا لا، ما بدي إياك تطير من الفرح، بس ما فيك تنكر إني شاب لقطة. بصراحة أنا ماني شايفتك لقطة. اف كيف شايفتيني؟ شاب عادي، وعادي كتير كمان. طيب شو رأيك تعطيني فرصة وبثبت لك العكس؟ استاذ كريم، هيدا هون مكتب شغل مش مكتب تعارف. طيب خلص سكرنا عن الموضوع. معك حق، هيدا مكتب شغل. أنا بقول شغلة، هذا الحديث ممكن يتكفى برا. شو قصدك؟ نظهر برات المكتب يعني. نروح نشرب قهوة على رواق، وساعتها بتقرر إذا بستحق فرصة. كتير انبسطت فيك داني اليوم، عن جد أنت شاب واعي وعارف حالك شو بدك. مرسي كتير ماتر، هيدي الشهادة لإلك. داني ما تنسى تحكينا. إيه؟ أكيد. أوكي. يلا باي. باي. كريم، شو مبين عنا؟ يا سبحان الله، استقبالك مثل خي زياد، عطول متفاجئين فيي. بس أنا ضروري أتفاجأ، لأنه بصراحة مش معود عليك هون. إيه، صار لازم تتعودي. لازم؟ ليه بقى؟ لا، بمزح. دخلك جمانة وين راحت؟ ما بعرف. طب تفضل تفضل. من بعدك بليز. لا تفضل تفضل ولا. واخيرا حبيبي دقيت لي. عن جد كنت كثير حابه اشوفك، كثير اشتقت لك. شو بتحبي تشربي؟ الصراحه بهاللحظه مش حابه شيء غير وجودك حدي. تسلمي لي. الله يخليكي. وانت حبيبي شو حابب تشرب؟ انا رح اشرب قهوه. ماتر بليز، بدي واحد قهوه. شو عبالك انت تشرب؟ اورنج فريش. اوكي ميرسي. يلا بطلب قهوه. لا لا بلا قهوه، انا ماني مطول وما بدي اخر كثير. اهلا وسهلا فيك، عم بسمعك. صراحه ما بعرف كيف بدي بلش، مستحي منك كثير وما بعرف اذا الموضوع بيتعلق بزياد ما تبلش. كريم معمول معروف، ما تزعل مني، بس انا وزياد موضوعنا تسكر وهلا صرنا جيران وبس. قال لي زياد اساسا انا ماني جاي احكي بالموضوع، ما لي حق اتدخل. انا جاي احكيك عن روعه. روعه؟ خير؟ شو في ريما؟ ما لي غيرك، ما لي غيرك حل لي هذا الموضوع. شو في كريم؟ احكي انطق، شخشبت لي راسي. روعه روعه حبلي. شو؟ شو؟ حبلي؟ ايه هذا اللي صار، وما عم تقبل تروح الولد. تروحه؟
تروحوا؟ ليش انت بدك اياها تروحوا؟ بونجور، كيفكم اليوم؟ نحن منيح، أنت كيف؟ أنا منيح كمان. شو بدك تنزل عندي بعد الغداء ولا بطل بدك تدرس معي؟ يلا فوتوا، ما بقى لنا وقت نضيعه. باي. يلا روي. سامية أنا عايزك بموضوع كتير مهم. عن جد حبيبة؟ شو؟ إنه ما تتحمس كتير لأنه الموضوع يمكن ما كتير يعجبك. إذا كرمال ريما ما تعد الهم، أنا نطرت كتير مستعدة أنطر بعد، كرمالك كل شي بهون. للحقيقة صحيح أنا وعدتك بكتير قصص، بس للأسف مش قادر نفذ وعودي. بليز ما تستسلم. إذا الهدايا والورود ما نفعوا معه فينا نفكر بطريقة تانية. بالنهاية كل مرة إلى مفتاح، وريما أكيد إلى مفتاحها. إذا عم بحكي غلط فيك تخليني أحكي أو لا؟ إذا جاي تقلي تعال نتجوز هيك بلا شيء، إيه لا، ما حذرت. أنا ما نطرت كل هالنطرة تأفطر عبصلة. إيه لكن بلا ما نتجوز؟ نعم، شو قلت؟ سوري ما سمعت. مثل ما سمعتي، بلا ما نتجوز وبلا ما نكون مع بعض كمان. لا اكيد جنات، انه بفكرك رح اقبل معك هيك بكل بساطه. للاسف بس انت مجبوره تقبلي لانك بتحبي الجاه والمال، وانا مش قادر املك اياهم. والقصه مع ريما شكلها مش ظابطه ولا في امل غير، فمنشان هيك كمان وبكل بساطه انا بطلت حبك. خلصت؟ برافو، بهنيك على السيناريو الحلو. ليك ربيع، ما بيكون اسم سامية إذا ما دفعتك الثمن غالي. ما كنت متوقع تصرف غير هيك من وحدة مثلها. ألو، إيه جو؟ شو؟ بالاساس ما رح تنزل. مزبوط، ما بقى رح انزل، بس مش لانه انا ما بدي، لانه ممنوع. ممنوع؟ مين مانعك، رامي؟ لا مش رامي. اذا مش رامي مانعك، لكن ليه ممنوع؟ امك مانعتك؟ لا كمان مش لماما. انا ممنوع بقى انزل لعندك لانه قررنا انه ما بقى ندرس. شو يعني ما بقى تدرس؟ شو بك تعملوا لكين؟ ماشي، فاتحين اعتصام. اعتصام؟ ايه اعتصام. اعتصام عن الدرس واعتصام عن الاكل. انت عن جد عم تحكي؟ عن جد عاملين اعتصام؟ ايه وحياة الله، اعتصامين كمان. بس ما فيكم ما تدرسوا، بكره بتسقطوا. اصلا شو اجى براسكم حتى تعملوا اعتصام؟ شو السبب؟ عنا اسباب كتير زياد، كتير. اف اف.
طب اقعد وخبرني شو عم بصير. لا 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 ما بدي ينتبهوا اخواتي انه انا برات البيت والا. بس هني شو فرقة معهم حبيبي طالما انت ما عم تدرس؟ ايه معك حق. بس انا ما عم بمزح روعه عن جد حبلي وانا ماني عارف شو بدي اعمل. كريم عن جد ما عم تمزح روعه حبلي ايه ما عم بمزح ويمكن هيدا اول مره بحياتي بكون هالقد جدي. بس كيف صار هيك؟ كيف صارت؟ كيف يعني كيف صارت؟ ولا جايبه خمس اولاد عم تساليني هالسؤال؟ كريم مش قصدي هيك، انه قصدي كيف صار هيك بدون ما تكونوا اثنيناتكم متفقين؟ هلا صار اللي صار، انه ما كنا مخططين واثنيناتنا ما عرفنا هذا الموضوع اكتشفنا انه مختلفين على هذا الراي. هي بدها تخلي البيبي وانا ما بدي، وانت بتعرفي بهيك مواضيع ما في حل وسط. ايه بهيك مواضيع ما في حل وسط، بس في شيء مش مزبوط، في شيء ما عم بفهمه. روعه امبارح كانت عندي ما فتحت لي سيرة ابدا ولا جابت سيرة الموضوع. لك ما هيدي المشكلة يا ريما، ما عم تقبل تستشير حدا، يعني مصرة وماشي. هات نشوف، خبرني شو صاير معك ومع اخواتك؟ ليش عاملين هالثورة على الماما؟ بدنا نغير النظام بالبيت. تغيروا النظام؟ كيف يعني؟ يعني ما بقى نقبل الماما تتحكم بحياتنا مثل ما هي بدها. الله وكيلك ما فينا نعمل شيء غير على ذوقها. ايه طيب بس هيدي الماما، يعني اكيد عم تعمل هيك من خوف عليكم. بعرف بس ما فيها تضلها هيك، لا بتسمعنا ولا بترد علينا، على طول هي الصح ونحن الغلط. هيدي الثوره تنفسر لانه نحن كمان لنا راي. بتعرف مهمه هالثوره، عجبتني الفكره. انا بعرف انه قد ما فسر لك ما رح تقتنع، انتوا الكبار بتضلكم صافين مع بعضكم. مين قال لك؟ أنا عم بقول لك، لأنه قد ما فسر لك ما رح تعرف قد إيه عم نعاني. بالعكس حبيبي، أنا فهمان عليك كتير منيح. شو بهيك؟ مش مصدقني ما هيك؟ طيب حتى ثبت لك إني أنا فهمان عليك ومش عم كذب، أنا فيي ساعدكم. تساعدنا؟ أنت؟ رنا؟ شو عم تعملي؟ ليش عم تدرسي؟ مش عم بدرس، عم بقرا. ايه هي ذاتها حاملة كتاب عم تدرسي. حاملة كتاب بس مش عم بدرس، القراية عندي هواية يعني تسلية. نيالك عم تتسلي، انا زهقان. وين روي؟ روح لعب معه. عم بيحضر فيلم مع رامي جوا، مو بده يلعب معي. طيب انا بلعب معك، شو بدك نلعب؟ حرب، حرب ضد المشانات، وانا وياك نكون مع سبايدر مان. طيب بدك اقري لك قصة؟ ما بدي قصة، بدي العب. طيب وين سبايدر مان؟ يحو جوا، يلا تعي تعي. يا كريم والله ما عم بفهم عليك، انت ليش بدك اياها تروح؟ ما زين رح تتجوز بعد كم جمعة. ماني حاضر نفسيا. ليش رح تخلف بكرة؟ ما عندك 7-8 أشهر لقدام تتحضر نفسيا على رواق. ايه بس بكير على الولاد، ما بدنا نعيش شهر عسل. عيش 8 أشهر عسل ما بيكفوا؟ لا بطل شهر عسل هيدا، ما نعرف حبلة اختي. ما بعرف انه صار حيصير في شيء غريب، يعني رح يروح هذا الاحساس انه نحن عرسان جديد. يا كريم يا حبيبي فهم علي، روعه منا بنت صغيره، اول شيء اكيد ما رح تقبل تشيل الولد، يمكن بعمرها ما تقدر بقى تجيب اولاد. بدك هيك؟ لا. طب شو الحل؟ الحل انكم تقعدوا مع بعضكم تتفاهموا واكيد الموضوع بينحل. يا ريما حكيتها، انا حكيتها، بس هي مصره ومتايسه. لكن ما في قدامك غير تتنازل وتقبل. انتم مش قررتوا تتجوزوا؟ والناس ليه بيتجوزوا؟ كرمال يعملوا عيله ويجيبوا اولاد. ريما انت بدك تحكيها. انا؟ ايه بدك تقعدي معها وتفهميها انه كريم ما بده اولاد.
مش شون، سبايدرمان كشف حقيقتك. اي يا رودي اي، هيدا هو المشون، هيدا هو الخاين مش انا. رنا شو بكي؟ يوم واحد بدها برسك بتصيري هبلة؟ ضربني وجعني. تلعب انت معه شوي. ماه ماني فاضل للالعاب، انا مشغول. يلا رنا. وين روي؟ كان معك بقوت القاعده عم يحضر تي في. مزبوط، بس انا فت شو عم بحكي على التليفون، رجعت رحت ما لقيته افتكرته معكم. لا منو معنا. جيل الحرية جمهورية نور، كل واحد عنده قضية ولا واحد ممنون. نحنا جيل الحرية جمهورية نور، كل واحد عنده قضية ولا واحد ممنون. نظام الجمهورية أقرب للعصفورية، بالمبدأ ديمقراطية بس كل واحد عامل قانون. نحنا جيل الحرية عنده قضيه ولا واحد ممنون. ريما بتحكم بين الناس، بتعطي كل الاجناس مسؤوليه ووجعه راس، حتى الجمهوريه تصوت. نحنا جيل الحريه جمهوريه نور، كل واحد عنده قضيه ولا واحد ممنون.